أهلا بكم من جديد. اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برنامجها التدريبي المتخصص في تأهيل السيدات للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية في مياه دبي. وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أنه مع إعلان منظمة الأمم المتحدة إحياء اليوم الدولي للمرأة في قطاع النقل البحري للمرة الأولى خلال شهر مايو الماضي، قررت سلطة مدينة دبي الملاحية إتاحة الفرصة لتمكين الكفاءات النسائية للحصول على رخصة قيادة وسيلة بحرية في دبي من خلال إطلاق برنامج تدريب متكامل على يد نخبة من الأطراف المعنية بالسلطة. وقد تخرجت نحو 20 سيدة ضمن الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الذي عقدته إدارة المرور البحري بسلطة مدينة دبي الملاحية في مايو الماضي واستمر لمدة أسبوع.